السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك شيخنا عامل إيه؟ الحمد لله. دايماً يا رب. بقول لحضرتك لو سمحت، حكم يا شيخ استخدام تغضيب اللحية أو الشعر يعني للشباب أو للنساء بالسواد؟ أختار القول بالجواز ما لم تدلس به على شخص. الجواز ما لم تدلس به على شخص، أو يعني المرأة الجواز ما لم تتبرج به.